الدراري البنات صباح الخير عليكم في المغرب هنا في مراكش. خاصنا نقولوا مساء الخير على الشيء هذه مراكش اللي فيها البحر. الان في سؤال حطوه هنايا اليوم جلس هنايا قلت نجاوب على الاسئله تبارك الله عليكم الدراري. هذا السؤال هذا جاوبته 1000 مره ولكن ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. احسن كتاب في العالم خص ولا بد تقرا هو كامباوند ايفيكت, هو اللي كننصح به. كتاب ولا بد اي واحد خاصو يقرا, وهذا الكتاب الثاني تاع فاديم زين. الدراري راه فريمون خصكم تقراو داك الكتاب ديال ذا كامباوند ايفيك. راه سواء بغيتي تكون طروس, سواء بغيتي تكون في القرايه واعر, سواء بغيتي تكون واعر في اي دومين, بغيتي تكون متميز, هذاك الكتاب تيجاوبك على 99% ديال الاسئله اللي تواجهك في الحياه كاين تما الجواب ديالها. خويا وحق الله انت ما متابع بحالك بحال بزاف ديال الناس, داير فيديو في ساعه ونص كنشرح لك كيفاش تلقى المنتوج الرابح والطريقه, وتنوريك دي زيكزومبل ديال دي برودوي درت منهم دي مليون ديال الدولار والطريقه, وشرح لك كلشي ولكن خصك تقلب. خويا اسمح لي يلاه تعصبت, ولكن وحق الله تمشي اليوتيوب تكتب هاد طريقتي الدقيقه باش كنلقى منتج عليه الطلب, ومشارك معاك كيفاش تعرف المنتجات اللي تبعت بزاف اخر 30 يوم والادوات وفابور وكيفاش والطريقه خطوه بخطوه. ولا خويا صراحه الشك صعيب, فهمتي الشك صعيب بزاف وحق الله انا دزت منه, ولكن زعما ما نقولش لك كانت شي وسيله من غير حيدته من غير تحقق داكشي فهمتي. حتى حققت انا كنت الهدف ديالي هو ندير مليون ديال الدولار وما تايقش, نهار درتو نهار تقت صافي. الاخ باش ما يمشيوش الناس يربطوا هادشي بواحد المليون ديال الدولار, داكشي اللي شاك فيه خاصو يطرى عاد ما تبقاش تشك فريمون فهمتي, خاصو يطرى عاد ما تبقى تشك, خاص يعني خاصك تخدم في الاول تيطرى داكشي عاد ما تبقاش تشك, ماشي يجوك في الشك عاد تمشي تخدم. لا يعني الاخو هو فريمون خاصك تختبر داكشي اللي انت شاك فيه, وماشي نقول لك انت راك ماشي شاك, انت عارف انه كاين غير خايف ما يكونش عندك حتى انت, شفتي بزاف الناس داروا دونك شنو تابعك, خاصك تمشي تخدم 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 حتى تخليها حتى انت طرا وديك الساعه. فاهمك اخويا فاهمك بزاف, حتى انا تمنيت اني تحيد مني الشك باش نمشي نخدم, ولكن راه لقيت راسي خدام في الشكوك وخدام وباقي الشك, والشك راه ما حيدت حتى وصلت عاد تحيد الشك, ماشي تحيد الشك ومشي تخدم عاد. خويا طبيعي جدا غادي تجي واحد المرحله غادي تكره كل شيء, ما تبغي دير والو, بحال خوك راه كنت في المغرب الخدمه غدا مزيان كل شيء غادي مزيان, حتى حاجه ما معكسه ليا بحال اللي قلتي كنكسيري وربي مسهل, ولكن كتجي واحد الوقيته صافي كتكره كل شيء. بحال خوك دابا راه جاتو ديك المرحله صافي ما بقيت لا باغي نخدم لا والو, قلت سير ترتاح واحد السيمانه جوج دابا توحشت الخدمه والله راه اليوم هزت بس, سير صفرا خويا لشي بلاصه بحال هكا وشد لك شي لعبه بحال هكا ورد الخو عاوتاني باش ما نصعبوهاش. لا ما كايناش شي بلاصه بحال هكا ما كاين, لا شوف انا كاين عندي واحد الفيديو مشينا لمولاي يعقوب وكلينا سيكوك ودرنا مع الدراري صحابنا والغد رجعنا للخدمه, سير اي بلاصه المهم فوت الخدمه خلي كل شيء وسير الطور وسير ترتاح. ماشي غير انت اخويا اللي كتمل وكتسمح في كل شيء, 99% ديال الدراري كنعرفهم كيسمحوا في كل شيء وكيمشيو بحالهم لان ما كايناش شي استراتيجيه, بنادم ما مبروغراميش, بنادم غير عافط, بنادم غادي ما كاين لا توجيه لا والو. انا غادي نقول لك شنو هو الحل تسطور الجي. الحل اخويا هو ما تكثرش على راسك الخدمه, دير ثلاثه الحوايج في النهار ثلاثه بارك, ما قول ليها ممكن دير طلعي ثلاثه بارك, عيان ديرو فرحان ديرو مكره في الحياه ديرهم, ومن ورا ما ديرهم جازي راسك, هادشي هو اللي كيفتقدوه الشباب وتوكل على الله. 99% ديال النجاح هو الاستمراريه, ما عمر شي واحد نساه بتفرو في حياته, كاع المنسحبين ما اصلا فهمتي, انا بنادم تيقول لي بديت هادي ومشيت في حالي بديت هادي ومشيت في حالي ما كنبغيش نخدم معاه, تيعجبني بنادم تيبدا الحاجه وتيكملها وتوصل فيها شي حاجه ودوك هو اللي كنبغي, ولكن بلا استراتيجيه صعيبه الاستمراريه. علاش؟ على تبقاي خدامي خدام راه ما عمرها تسالي الحياه, طالون تخبخلوك ما عمرها تسالي ثلاثه الحوايج في النهار, تتساليهم كتقول ساليت حتى الغدا وتتجازي راسك باش تبقى خدام معلم والاستمراريه. الجواب هو لا ان شاء الله غادي نعيد هنايا. بالنسبه لي العيد في المغرب هو داك الوالدين والعيد مع الوالدين ودوك الاجواء ديال الوالدين, هذا العام ما كاينينش الوالدين مشاو للحج دونك راه غادي نعيد هنايا والله داك الجو مع الوالدين. بالعكس اخويا هذا القرار زوين وصالح الايكوم لوكال, بالعكس العيال كتجي مع على برا وليتي خاص تخلص عليها الديوانه, وهاكا غادي تولي تشري من عند الناس اللوكال, ومني انايا عندي الدري صاحبي عنده محل تاع السابليمنت ما كنشريش من عنده, كنمشي نشري من على برا باش تقام عليا رخيص والله الاخوان. هذا الدري صاحبي ما كنشريش من عنده وكنمشي نشريها من على برا باش ما نخلصش لا الديوانه لا التيفيا وكتقام عليا رخيصه, ولكن مع هذا القرار هذا غادي نمشي نشري من عنده لانه هو مع الدوره وقريب, وهو راه ما يمكنش ينافس لانه مخلص الديوانه ومخلص التيفيا. الاخوان وانا راه ما عمري كنطبل الحكومه ومع القرارات ديالها, ولكن هذا القرار هذا كنشوف غادي يستافد منه الشعب, وانا راه ضد دوك الملابس الغاليه على حقيتاش انا ما عمري شريت زاره في المغرب, كنشريها في دبي اللي دبي عندهم الفلوس وكنشريها ارخص من المغرب وما عمري نشريها في
وانا عارف وفاهم علاش المواطن المغربي كيمشي يشري الحوايج على برا، لان مغليينهم تمايا. انا لباس في المغرب البسالي جاب 600 درهم مغربيه في دبي، ولا جاب 1500 درهم في زارات المغرب، ماشي الحماق هذا اخويا. هاد النهار هذا ما يجي سير تخدم انت في خدمتك، ما تبقاش تفكر في الدار تاع لابوكاليبس، ونهار يقطعوا هذاك هو النهار الكبير. انا دير ارتاح، انا ما كرهتش نوض القط مقطع والبيتكوين نزل للزيرو، عاد دير ارتاح نفسيا ودير مشى الرياح على كون تكمش. بالعكس هاد النهار هذا ما خصكش تخاف منه، هذاك هو اللي نسميه انا غادي نسمي هذاك هو النهار الكبير، فهمتي؟ غادي ترتاح وغادي تنسالي وهاد الشيء، وغادي تمشي تقابل شي شغاله، دير شي غنيمات ولا شي حاجه. بالعكس، ولكن للاسف هاد النهار ما جيش. اخويا هي المهاره، خصك تطور شي مهاره، سواء ديفلوبمون وتمشي تعاون الناس في ديفلوبمون، ولا تخدم شي شركه كديفلوبي، ولا هي بارت تايم ديفلوبر، سواء ديزاين وتمشي ديزايني. المهم خصك شي مهاره، مادام كدوش على راس المال كدو على المهاره. كما قلت لك الاخ، ولا بد شي مهاره، ولا بد خصك تطور شي مهاره وتمشي ديك الساعه تبيعها في خماسات فايفر، دوك المواقع القدمات. المهم هو ولا بد خصك شي مهاره تطورها اللي بسيطه وتبدا تبيعها، وكل ما كانت المهاره معقده كتزيد الثمن. اخويا ولا اختي، ما عمر المشروع كينجح، ما كاينش شي مشروع كينجح، كاين مشروع حنا اللي كننجحوه. وواحد السر 90% ديال نجاح المشاريع هو الماركتينغ، والماركتينغ راه كيتجاهلوه بزاف ديال الناس وما كيعطيوش اهميه، ومهم جدا. واش اليوم الا عندك برجر حسن من ديال كينغ برجر غادي تنجح؟ لا، ما غاديش تنجح. احتمال 99.99% غادي تسد، لان هادوك الشركات اللي عندهم اسوا برجر في العالم هو البرجر الاكثر مبيعا في العالم، لانه مصروف عليه في الماركتينغ. وهذا الشيء كنلاحظوا في المغرب، ناس تيقول يا خويا السيمو صرف 300 مليون على هذا الريستورون وما كيجيوش عندي الناس. تدير الماركتينغ؟ صراحه بغيتي يبداو يجيو الناس وديك الساعه نشد شويه الفلوس وندير الماركتينغ. لا، امور ماشي هكا، كتحط البيدجيت الماركتينغ قبل ما تحل. الخوت طلعت نضيضرات مع الشتيوا، هي راه باينه في حوايجي. هاد الناس الخوت راه عاطيهم ربي الشتا، ما كتحبش هاد السوايع اللي حبسات، راه هي اللي نزلت هنايا غنمشيو نريحو ليها ونكملو. الشتا ما كتحبسش يا معلم، تبارك الله تبارك الله، الله يزيدو. كنا الخوت مريحين طريحه زوينه، ولكن الشتا الخوت راه الناس كتعوم. الناس كتعوم معلم، واخا كاين الشتيوا ولكن الناس كتعوم مع الصيف هنايا، واخا الشتا كطيح حراره 34 العام كامل. يلاه نمشيو. شتي و الدراري هنا انت الدنيا فازقة، الشعلة بني ديال المغرب. انا ناصر حويجي جيت العومان، شي جاكوزي مع هاد اللعيبة ديال المغرب، الريح هنايا معلم مع هاد شيت المغرب، ونجلس نجاوب هنا. الاخ ما ماتش في المغرب وانما مات عندك انت، وخاص تلقى الحل. مات عندك غير انت، اما المغرب راه ماق محركة. كنت شي شهور هادي كنقول كاين اكثر من 14000 طلبية في المغرب يوميا في يوكان، دابا راه فيه 20000 طلبية، يعني محركة، راه مات عندك غير انت. هو صراحة غير ملي قريت السؤال راسي عقلي باطني يجاوب، عقلي الدوار الذكي تجاف، وانا نقول هذا لاش طراج، اجي نجاوب بشي طريقة تكون مفيدة. الاخ هذاك الشيء اللي كنصرف انا في النهار كنعطي صدقة اكثر منه، يعني تعطي اكثر من الزاد. حاجة اخرى، المعلم تيقول لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماشي تنفق من الشياطة تتشيط عليك عاد تتعطى. بالعكس هذاك الشيء اللي كنستعمل انايا كنعطي اكثر منه، لا ربي عاطين، وتعلمت هادي مزيان شحال من واحد يستافد منه. هاد السؤال هذا مولاتو بنت، راني ديجا جاوبت واحد الدري ولكن نجاوبك حتى نتيا. شوف، ما تنصح حتى شي واحد يخلي القرايه ديالو حتى تبدا تدخل في الاي كوميرس، عاد خلي الدراسه وضم توليكا، راه القرايه ما كتسالش. انا اليومين هذا باقي كنقرا، وخاص اي واحد يبقى يقرا. نفس الجواب، الناس تيقول لك بغيت نخلي خدمتي بغيت نخلي قرايتي، كما كنقول ما تخليش، بقى هنا وخدم له. ملي تبدا له يدخل لك مزيان وتعرفو مضمون، عاد نقص، ما تهزش رجليك من هنا حتى تكون ضامن له، توكل على الله. بزاف ديال الناس كيسولك يا شنو هو الحلم ديالك دابا، شنو هو الطموح ديالك دابا، نلخصو هادشي كامل في جواب واحد. الخوت زعما راه مابقاش عندي شي حلم ولا شي طموح ولا شي حاجه، من غير ان راه الهدف ديالي الرئيسي هو نساعد الناس يتحركوا ويافونسوا في حياتهم. وكل شيء اللي كندير كنديرو بهدف واحد، هو انسباير امه ديال الناس راه تابعه كتشوفك انت قود، و حتى هي ملي كتوصل انت واحد النيفو حتى هما تيقولوا راه ممكن حتى حنا نوصلوا، حتى هما كيخدموا، وهذا هو الهدف الرئيسي. اما انا الا جيتي عليا تجي عليا انا كاع داكشي اللي كنت باغيه في الحياه حققته. اخر طوموبيله كنت معلق في ديك الفيجن بورد هي الفيراري 458، درتها صافي، كاع داكشي اللي كنت حاط في الفيجن بورد ديالي كامل وصلته، اي حاجه حققتها ساليت. دابا في اطار كتبغي تانسبايري ناس، اما انا ماشي علاش باغي ندير بليون دولار كامباني، خدامي عليها وان شاء الله غادي تطرا من المغرب. كنقول لكم الطرا باذن الله ومن المغرب، ولكن انا راه ديرها قبل باش الاخرين يقدروا يديروها.
يعني الطموح هو شي حاجه كطمح انت ومتلهف ما كاينش والله تمني تلقى شي حاجه في الحياه كاع داكشي اللي بغيت كامل صافي فهمتي يعني دابا شنو تقول ديك اللعيبه ديال خصني ندير هادي باش الاخرين حتى هما تولي عندهم الثقه في النفس ويديروه. اللي كيفرحني دابا الخوت بزاف هو تيشكرك شي واحد يقول شكرا انا خويا ودرت وشوف شنو درت بسبابك هادي كتفرحني. اما الطوموبيلات شت اول طوموبيله ديالي فرحت بها يومين ثاني طوموبيله فرحت بها شي 4 السوايع الفيراري شي ثلث ساعه وطلعت لي في الراس اخويا هي كافيه الا باغي تبدا تتعلم هادي المرحله اللي ما تيحملوهاش الناس كلشي داخل باغي يربح لا ما كاينش ربح في الاول وخا تكون عندك 50000 درهم ما كاينش ربح في الاول هادي الدخله هادي تمشي لك 100000 درهم الدخله تمشي لك اول مرحله كتعلم وكتبدا بشويه هادي المشكله ديال بزاف الناس يلاه تيتولد وبغى يجري ما بغاش يحبو ما بغاش يوقفو يطيح ما بغاش يتمشى عادي يجري بشويه وخا تكون عندك 100000 درهم وخا تكون عندك 200000 درهم خاصك تبدا صغير تعلم هادي اهم نصيحه عطاني واحد لوست واحتمال كبير حتى انت حمار بحالي ملي قال لي داك الاستاذ ما حملتوش وحقدت عليه قال لي يا وليدي خاصك تبدا صغير لا انا عندي الفلوس خاصك تبدا صغير تعلم بدا صغير بدا تيستي شري ستوك صغير بدا تعلم وبدا صغير ودازت الايام عاد فهمت بلي داك الاستاذ دوا معايا عند تجربه خاصك تبدا صغير بدا في الاول ما تشري لا ستوك لا والو تيستي تلقى شي برودوي خدام ما تيقش شري منه شويه جرب تيستي بيع وبقى غادي وكتعلم ما تمشي بعيد اول بي سي شرا ليا الوالد هو بنتيوم ولكن ملي دخلنا الانترنت كان عنده واحد البنتيوم 3 بنتيوم 3 مكحكح كنخدم به ساعتين ثلاثه تيطفى كنخليه يبرد شويه تنعاود نشعلو عاوتاني مكحكح شوف ما عندهاش علاقه بالبي سي عندها العلاقه واش انت باغي تخدم تيقول لك الخو على حسب الطريقه باش تطرح السؤال كتلك الجواب هذا السيد هذا طرح سؤال مزيان غادي نجاوبو مزيان مش غنخرج من خدمتي هذا عطاني سميتو انت اخويا غادي مزيان مزيان دونك انا غادي نجاوبك في ستوري الجايه انت غادي نجاوبك مزيان ما تخرجش اخويا من الخدمه حتى تكون الفلوس ديال السطوك والفلوس ديال الخدمه كاينه بلس واحد 36 مليون اللي قاده باش تصرف عليك 36 شهر الجاي 3 سنين الجايه 5000 درهم ديال المصاريف ديالك و5000 درهم ديال لي زام بريفي وشي حاجه في الخدمه مع شحال من واحد تيقول لي اخويا السي مخدم في الويب وباغي نخرج كنقول ليه خاصك 36 مليون باش تمشي تسنيها سميتو خاصها تكون 36 مليون محطوطه 5000 درهم ديال المصاريف ديالك و5000 درهم يقدر تعاون بها في الخدمه على جنب باش تجلس 3 سنين مرتاح هادشي باش ماش ترتاح 3 سنين وانما باش تخدم وانت مرتاح هنا مرتاح ملي كيكون هنا مرتاح تولي الواقع مرتاح كتولي الدنيا كتعطيك ملي كتكون مضغوط تقول ناري عندك الطانري صافي تولي الواقع سيء والامور كتولي من اسوء الاسوء 200000 درهم ما كافي والو حشومه تقول على راس المال خاصك تمشي تخدم تعلم شي مهاره ملي تتعلم المهاره تجيب 2000 درهم و 20000 درهم وتبقى غادي وديك الساعات تكون راس المال ولكن ولا بد المهاره كلشي ممكن يمشي لك الا المهاره اللي تعلمتها كتبقى عندك هاد المهارة سواء ماركتينغ سواء سيلز سواء ديفلوبمون سواء ديزاين خصك تعلم شي مهارة هاد العبد هذا كيميتريزي الماركتينغ اند سيلز وان اوف ذا بيست ماركتر اللي كاينين حاليا في السوق مؤخرا سمع هادي معلم باش تعرف أهمية المهارة وحدة من الشركات المغربية المعروفة ماشي الشركات المغربية المعروفة قالت لهاد العبد هذا اجي تخدم معنا يومين في السيمانة ما تدير والو قلنا لها هادي دوز هادي ما دوش هاد الإشارة هذا خصو يتبدل لا خصكم تقولها بحال هكا مقابل 100000 درهم في الشهر وانا راه ماشي متكبر ولا قلت لا راه ما كاينش الوقت والله بالعكس انا عزيز عليا نساعد الناس شوف الماركتينغ كان ساز كنخرج كيبانو هذوك البانوات في السنقه ديال الزبل دوك لي زاجونس اللي مقادينهم خاصهم كاملين خليني ساكت داكشي عيان داكشي مستوى راجل شوفوا الاخ تعلم شي مهاره ديفلوبمون ديفلوبرز مطلوبين وباقي غادي يزيدوا يتطلبوا في الفيوتشر تعلم ديفلوبمون ما تيعجبكش تعلم الديزاين ما تيعجبكش تعلم شي حاجه اخرى تعلم الماركتينغ تعلم داكشي اللي كيعجبك ميتريزي واللي فيه واه ما توحش في الفلوس واهم حاجه بغيت نقول لك من هادشي كامل راه العبد هذا الا واعر ما واعرش بالفلوس اللي عنده لا واعر بالمهارات اللي عنده كلشي ممكن يمشي لك ما عاد ما تمشيش لك الصحه والعقل كلشي ممكن يمشي لك يمشي لك الفلوس يمشي لك كلشي ولكن ما كيمشيوش لك المهارات ديالك هما اللي كيجيبوا الفلوس اي واحد خدام كيقرا كيفكر يبدا الاي كوميرس ساعه في النهار ساعه في النهار كافيه اكثر من كافيه ساعه في النهار الخوت ما تحاولش تزيد ساعه في النهار يوميا غادي تشوف الريزولطا وغادي تصدم من دوك النتائج ولكن خصك غير استمراريه وساعه في النهار. الخوت الدراري وبنات بالنسبه لكم اللي كنت دويت عليها ان شاء الله راه جايه الدخول المدرسي الجاي باذن الله باقي المعلومات تبر بارطاجيو من بعد تمنيت نجاوبكم على كاع الاسئله ولكن خلي غادي نجاوب عليهم فيما بعد ان شاء الله المهم هو الدخول المدرسي الجاي ان شاء الله قبيله الدراري تفرقات الشوقه من هنا مع الشتا ولكن عاودوا الناس رجعوا شوف شوف لي الفيو نعم سيتي كي دايره شوف 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 هاكا شوف هاكا مع البحر ولا 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 تبارك الله ناضيه قليزه ناضيه
تراري واحد الكليسه ديال الدراوش تمنيتها لاي واحد، عرفتي واحد الكليسه مع اللي بدا تيطيح على واحد المنيدر اللهم بارك ناضي، واحد الكوكتيل ناضي. خويا انا حياتي كامله ما عمري درت شي بروغرام توريستيك، ولا لحظه ملي كنت كنصور راه ما كان حتى شي اجنبي، قالت غير التايلونديين والكوانات اللي كنمشي لهم ديال تايلاند. راني عشت هنايا 6 سنين. شوف شي بلاد ما خاصكش تمشي للاماكن السياحيه ديال، شوف الاخ باش نبسطها لك، بحال المغرب الا جا شي اجنبي للمغرب فين غادي يمشي؟ غادي يمشي للجامع الفنا، والجامع الفنا هي المغرب؟ لا، اي بلاصه تلقى فيها السياح عرف راك انت ماشي في ديك البلاد، خاصك تمشي للبلايص اللي كيمشيو ليها ولاد البلاد اللي ساكنين تما. تما كنشوف بزاف ديال الدراري تيجيو لتايلاند كيبقاو كيبارطاجيو فيديوهات ولي زانفلونسور، تنقول لهم بليز هادي اللي مشيتو لها ماشي لتايلاند، ومره اخرى غير اجي نقول لكم فين تمشيو، سميت البلايص اللي تمشيو لهم بليز، راه هادي اللي كتبارطاجيو هي ديال السياح ماشي هي ديال تايلاند الحقيقيه. بار اكزومبل هاد البلاصه هادي المدينه هادي اللي فيها انا سميتها هواهين، هاد البلاصه كامله سميتها مراكش، هما ثلاثه هذا اوتيل فيه ثلاثه العمارات وزيد الاخر فيه شي اربعه العمارات وزيد واحد سته العمارات، هاد لازون كامله سميتها مراكش ومقاده بحال مراكش. الدراري على ذكر مراكش راه عليها واحد الدقيقه مراكش، عرفتي واخا ريحتي بد بد اتاي ولكن النار خوت كاع الكوانات اللي كنمشي لهم فيهم التايلونديين ما كاينش الاجانب، فريمون التايلوند الحقيقيه. اي واحد تيقول لك باتونغ بوكيت سكون فيتنام في بانكوك كي بي اي عرف هذيك ماشي هي التايلوند، التايلوند هي واحد 99% مش داك الواحد في المية اللي كتشوف الفيديوهات، التايلوند واحد الدولة واعر ولكن ما كتشوفهاش في الفيديوهات. اخويا ما عندك باغي تخدم اونلاين الا وخصك بي سي ولا بود، ما كايناش الخدمه اونلاين من التليفون ما كايناش، وممكن تبيع التليفون باش كتبت هذا الكومونتير دابا غادي تجيب بي سي على قد الحال ديال الدار يخدم لك مزيان بي سي بيور، توكل على الله. الخوت اللي كيسولوا واش باقي ما يدير في لي كوميرس، الخوت راه هادشي باقي الله باجي، باقينا الله البدايه، باقي السنين القادمه واحد 10 سنين 20 عام الجايه عاد يبدا لي كوميرس ديال الصح، دابا هادشي باقي الخوت الله البدايه، راه الله يبدا هادشي. خويا انت هو اللي خصك دير محل الكتروني، انت هو اللي خصك دير متجر الكتروني، انت بالضبط. عرفتي شحال مفلت عليك، راه انت درتي الخدمه الصعيبه وجيتي للخدمه اللي ساهله وجيتي تفرقع بها المبيعات وخليتيها، توكل على الله. عادي انك تخاف في البدايه، كون قلتي لي العكس نقول راك حمق، اي واحد تيبغي يبدا شي حاجه جديده كيخاف، لان داك الشيء الواعر كاين في ما وراء داك الشيء اللي انت موالف، كاين في واحد المنطقه ديال الخوف، غتبدا توكل على الله ومع الوقيته غادي يمشي داك الخوف، المهم هو بدا توكل على الله. ماشي مشكل يعطيك معلومه ب 1000 درهم خصها تدخل لك 1100 درهم تلقى راسك رابح في الاخر، راه حنا كنخلصوا دي زيتود بمليون ديال الدرهم وجوج مليون ديال الدرهم وثلاثه المليون ديال الدرهم، ولكن كيفيدونا وكندخلوا بهم، واش هاد المعلومه هادي مفيده؟ هذا هو السؤال. وثاني حاجه هي واش ملي الواحد عطاك المعلومه واش انت خدمتي بها؟ انا كنعرف كاع المعلومات ولكن ما كنخدمش بهم، شوف انا حالتي كي دايره غليظ، عارف كاع المعلومات، شتي انا عارف اكثر من 99% من ديال دوك الدراري ديال الفيتنس ولكن ما كنطبقهمش، دونك النتيجه المعلومه ما عندهاش قيمه الا ما خدمتيش بها، ماشي المشكل ديال المول المعلومه، المشكل ديالك انت في لوكا ديالي انا، المشكل ديالي انا، انا عندي المعلومات عارف الدومين ديال الفيتنس عارف الدومين تاع الهيلث ولكن ما كنخدمش بداك الشيء، عارف وما داير به والو. اخويا يو كان ممكن تبدا وهي بدولار واحد باش تفيريفي ان راك انت انسان حقيقي ماشي روبو، ومن وراها ما تخلص حتى شي حاجه حتى كتدخل 100000 درهم عاد تيعطوك تخلص 250 درهم 0.25% اللي كتخلص داك الشيء قليل. كل مره في يو كان حتى كتبيع 100000 درهم عاد تخلص 250 درهم، ملي كتوصل لحجم المبيعات ديالك 100000 درهم اللي هي 10000 دولار كيعطوك فاكتوره فيها 25 دولار تخلصها اللي هي 250 درهم، والا ما بعتيش وما ربحتيش يو كان ما تتربح والو. انا علاش يو كان عجباني ومقتنع بها وانفيستي فيها؟ لان ما كتربحش الا ما ربحتيش انت، عكس المنصات الاخرى الهم ديال يو كان هو انت تربح، لان ملي كتربح انت عاد كتربح هي، الا ما ربحتيش انت ما رابحين هما والو، يعني عليها كي بالله عليكم الا ما شفت السطوريات اللي قبل وقول لي واش كنشجع الناس على ترك الوظيفه، ما كنشجعش، ما عمري شجعت الناس على ترك الوظيفه وما عمري شجعت الناس على ترك الدراسه، راه اكبر واحد تيدوي بعقلانيه ومن الواقع راه واد العبد هذا. دراري احنا دابا في السويقه حيدوا لكم ماما دابا ولات اختياري داكشي بغيتي دير وما بغيتيش دير، ولكن اخي اللي نقول لك وراه باقي 99% ديال الناس لابسين لكم ماما، ما عرفتش اخي شنو طرا والله الا الناس ما بغاوش يحيدوها ما عرفتش. دراري كاينه شويه ديال الكاموني وكاينه هاد الشوايه هادي في الطايلون حتى هي ناضيه، جينا نضربوا هاد الشوايه هادي ديال اللوبستر، اختارينا واحد اللوبستر اكبر لوبستر عندهم مع واحد ثلاثه الكروفيتات، ولكن راه كروفيتا معلم اللهم بارك. دراري
كروفيت تبارك الله ملي تشوى وقد جيتي هاد اللوبستر هذا وهاد الحسوه وهاد الروز هذا هادشي الدراري كامل ب 600 درهم مغربي مع الله الا تعمل.